متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تتشكل خلال فترة العيد في مناطق واسعة من المملكة. نبدأ نشرتنا بالخرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، أي خلال فترة بداية العيد، حيث تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة. يوم الأحد بإذن الله تتركز هذه الحالة من عدم استقرار جوي في المنطقة الجنوبية، لكن اعتبارا من يوم الاثنين تتدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية والمتوسطة في المنطقة الشمالية، وتتكاثر كميات من الغيوم الركامية الرعدية فوق أجزاء من منطقة تبوك بما فيها المناطق الساحلية وأيضا منطقة الجوف، الحدود الشمالية المدينة المنورة وعموم المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الثلاثاء تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة، وتتكاثر كميات من الغيوم الركامية الرعدية وتهطل الزخات الرعدية من الأمطار في منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك هذه المرة، أيضا منطقة الجوف، الحدود الشمالية تشمل كمن عرعر، سكاكا، ورفحة، وتمتد حتى حفر الباطن، وأيضا منطقة حائل، منطقة القصيم، وتمتد حتى لأجزاء من منطقة الرياض وعموم المنطقة الجنوبية الغربية. هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ستعمل على تكاثر كما ذكرنا لغيوم ركامية رعدية، تعطل زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة. الأحوال الجوية غير مستقرة تستمر خلال يوم الأربعاء وتتركز في منطقة حفر الباطن وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الخميس بإذن الله تتراجع هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ويميل الطقس للاستقرار بشكل عام في أغلب المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور يسود طقس غائم جزئي مع 26 درجة مئوية، الملموسة أيضا 26، الرطوبة 13%، والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 40 إلى 26 درجة مئوية مع طقس مستقر بشكل عام. يوم الثلاثاء تبدأ حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على العاصمة الرياض، تتكاثر الغيوم حيث يسود طقس غائم جزئي خلال ساعات النهار مع 41 درجة مئوية، تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الليل مع 27 درجة مئوية. يوم الأربعاء يميل الطقس للاستقرار، لكن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي 42 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 29 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.